السلام عليكم. اليوم تعرف على خلفيات شاشة الهاتف، كيف تحصل على أفضلها وكيف تستخدمها. المعروف أن هنا في بالضغط مطولا على شاشة الموبايل تجد في الأسفل هنا Wallpaper and Style، وهنا تغيير ستايل موجود في الهاتف المتوفر في الهاتف، أو تقوم بالدخول إلى متجر إن كان لديك سامسونج تجد المتجر بالأسفل هذا هو. فهنا تختار أفضلها ولكنها مدفوعة في الغالب. لذا سنعود للحصول على خلفيات شاشة مجانية من أين؟ من التيك توك. تكتب خلفيات شاشة 4K أو Wallpaper Live 4K فتجد النتيجة. حسابات، بعض الحسابات أشهرها هذا الحساب لايف والبيبر، بالدخول إليه تجد الكثير الكثير من الستايلات المميزة، وهنا تختار ما تريد، تكنولوجيا، أنيمي، سمايل وغيرها من الخلفيات المميزة. نختار مثلا تكنولوجي. اختار هذه الخلفية. فكيف تأخذها؟ بالضغط هنا على شير ثم تحريك إلى اليمين، من هنا تجد هذا الخيار Set as Wallpaper، فتقوم بالضغط عليه. يتم الآن تحميل هذه الشاشة ويعطيك شكلها، هذه الشكل النهائي بمجرد الضغط هنا، فتصبح خلفية في موبايلك. ويمكنك العودة إلى الهيستوريك الخاص بتلك الخلفيات من هنا بالضغط هنا بارامتر، ليس من هنا، هنا حساب 3 نقاط، ثم الضغط على سيتينج اند بريفاسي، تنزل إلى الأسفل تجد والبايبر، هذه هي هذا الخيار، تضغط عليه فتجد كل الخلفيات التي استخدمتها أو أردت تجربتها. كما شاهد جربت البعض منها. أتمنى أن يفيدكم الشرح. شكرا للمتابعة، لا تنسى الاشتراك ومتابعة هذا الحساب. إلى الشرح القادم، سلام.